زي كل نظام الزملاء طوال السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها. النظام ده اللي خلى ان يبقى في مؤتمر اسمه الاشتراكيين الثوريين في كليه سياسه واقتصاد. يعني زي ما قال زي ماجد قبل كده كان فكره ان انت تتكلم باسم الاشتراكيه السوريه في جامعه القاهره يعني منتصف التسعينات كان وهم او اول سنوات كان يعني كان طبعا وهم يعني كان فعلا اللي كان عند كل جامعه النظام نجح بشكل واضح انه يجرب كل القوى السياسيه في الجامعه حضرتها ما كانش فيه غير بس مجرد الاخوان المسلمين بطبيعه الحال و يعني يقدروا كان بدايه التحول كان سنه 2000 سنه 2000 نقدر بدايه التحول كانت سنه 2000 مع الانتفاضه الطلابيه اللي هو تضامن مع الشعب الفلسطيني مع نتيجه سياسه مبارك اللي هي كانت يعني نتيجه مصالحه مع امريكا مع اسرائيل كان بتحاول ان هي يعني ما فيش اي دعم لجهه الانتفاضه. وفي نفس الوقت صور محمد الدره اللي كانت منتشره في كل جرايد ده ادى الى خروج الاف من الطلبه من جامعه القاهره من كل الجامعات ضد مبارك وضد السياسه الخارجيه وضد العدو الاسرائيلي بيطالب بفكره قطع العلاقات مع اسرائيل وقطع كل العلاقات التطبيع. دي كانت حاجه مختلفه من جامعه ميته من نجاح النظام ان هو يجرب كل القوى السياسيه لخروج الالاف من الطلاب متجاوزين حتى اللي كانوا عايزين يعملوا الاخوان المسلمين. 50 حضرتها كانوا مجرد عايزين حركه احتجاجيه عند ابواب الجامعه. اما بقى التفاوض مع النظام او هم مش عايزين الحركه دي عن حجبها بس الطلبه قدروا يكسروا ده ويخرجوا بره ابواب الجامعه وقطاعات من اهالي بين السرايات انضمت للحركه وكانت حركه قويه. اتكررت تاني 2003 مع ضرب العراق برضه حركه طلابيه قويه جدا جدا يعني كانت بقوتها ان هي قدرت تقدم اولى طلابات الثوره اللي هو احتلال ميدان التحرير. بس اللي كان شيء ناقص رغم عنف الحركه الطلابيه ورغم قوتها بس كان ينقصها شيء علشان تبقى حركه منجذره اكتر وليها قواعد اعلى في كل المناطق وان هي تستمر وان هي الدعم من قوى اجتماعيه قادره ان هي تعمل الدعم ليها وتجذب الحركه في المصانع في الشوارع و و و. الدعم ده يعني شفناه على في تواريخ قبل كده يعني 46 نتيجه توحد ما بين الحركه العماليه والحركه الطلابيه واتكونت اللجنه الوطنيه عمال وطلبه. ده اللي ادى الى ان قوه الحركه ووجودها ووجود قوى اجتماعيه في المعركه ده اللي ادى الى ان القوات الانجليزيه ان هي انسحبت من القاهره وراحت مدن القناه. دي حركه قويه بتوحد كل المظلومين ناحيه عدو واحد. اتكرر تاني سنه 62 في محطات الطيران اتكرر في 72 واتكرر في 77. بس كان في شيء منطقي ان في 2000 و2003 ان ده ما يحصلش. ساعتها كان فعلا نتيجه بعد 91 واللي هو نظام مبارك مضى مع صندوق النقد الدولي وابتدى التغيير في ترتيب الثوره العامله الخصخصه والمعاش المبكر وقطاع كبير من الثوره العامله اللي هو تم تصفيته بالاضافه الى ظهور جيل كبير من الثوره العامله هو المدن الصناعيه الجديده 6 اكتوبر والعاشر رمضان اللي هم لهم تاريخ نضالي اللي هم ما لهمش قيادات نضاليه ما كانوش قادرين يربطوا ما بين السياسات الخارجيه لنظام مبارك والمصالح مع امريكا واسرائيل وفي نفس الوقت السياسات الاقتصاديه الداخليه اللي هي سبل الفقر والبطاله. ودي هي الفكره المهمه اللي احنا عايزين نعمل حركه جماهيريه، عايزين نضبط من كل المطالب. في النهايه كابوس اي نظام حاكم ان كل المضطهدين يتحدوا مع بعض ضده. ده اللي حصل في اول موجه ثوره في 13 يوم. حركه جماهيريه قويه بالملايين في الشوارع. في نفس الوقت جت الضربه القاضيه من اخر ثلاث ايام اضراب قوي جدا في عده مصانع عده قطاعات حيويه متضامنه مع الحركه الثوريه وتطالب اسقاط مبارك. ده ومع نجاح في 18 يوم في اسقاط راس النظام ده اللي خد المجلس بلاد المجلس الاعتيادي رعب من الحركه الاجتماعيه ورعبه من الحركه العماليه ان من اول قوانينه لا قوانين لا قوانين ما لهاش اي علاقه بالثوره ولا مقابل الثوره ولا حد ادنى الظهور ولا محاسبه الفاسدين كان اول قوانينه هو حظر الاضرابات والاعتصامات. ان هو فعلا كان مرعوب من الحركه العماليه ومرعوب ان الحركه دي مع تطورها فعلا مش هتكتفي بس باسقاط راس النظام تطورها معناه اسقاط النظام ككل وبناء نظام بديل. بس بعد الثوره يعني بعد نقود الحركه العماليه بعد النقود الاولى بعد نقود الحركه العماليه وهي قدرت تحسم بشكل واضح ظهرت العديد الافكار اللي هي بتحاول وشايفه ان الحركه العماليه او الحركه الاجتماعيه مالهاش اهميه في اسقاط النظام. زي الاطرس هم شايفين هم شايفوا ان هم لوحدهم هيقدروا ان هم يعني يسقطوا النظام. وزي مجموعات فرديه زي بلاك بلوك برضه شايف الفكره المجموعه هي مجموعات قليله هتقدر هي عن طريق حركاتها الفرديه كده تاثر على النظام. بس احنا الاشتراكيين الثوريين كنا شايفين حاجه مختلفه جدا كنا شايفين ان الحاجه المهمه والعامل الاساسي في تغيير النظام واسقاطه وبناء نظام بديل
زي ما قلنا الجمله هي حركه قويه، حركه اجتماعيه قويه جدا تشمل كل القطاعات المضطهده في قلبها الطبقه العامله واول قاطره فيها الطبقه العامله. وده سؤال منطقي، طب احنا ليه بنقول الطبقه العامله هي الاساس؟ وليه الطبقه العامله بتدخل في اي معركه؟ تقدر تحسم المعركه. في كذا سبب. اولا الطبقه العامله هي اكثر طبعا بالاضافه لكلام زي وائل ان الطبقه العامله مش مجرد الطبقه اللي هي كانت اصحاب اللي هي يعني في المصانع امتدت وبقت وتكتشف قطاعات كبيره جدا جدا. يعني في اخر بيانات بتقول الطبقه العامله وصلت في العالم تقريبا ل 2.5 مليار. يعني الكلام ده لو كان مثلا ماركس بيشاور حقوق ايام القطاع العامله كان بيتابع الشبكيه وكان قد كده كان بيقول ان عمال يقدروا ان هم يعني يسقطوا النظام الان بامتداد واتساع الطبقه العامله لا اكثر طبقه مسيطره واكثر طبقه مصالحها متحده. اكثر طبقه عندها سلاح مهم جدا مع استخدامه بيقدر يهز النظام هي سلاح اضرابها. كل ساعه في اضراب الطبقه العامله بيخسر النظام الحاكم ملايين من ارباحه من الطبقه الراسماليه من ارباحه. ده بيديهم قوه مختلفه جدا في الصراع. وانتصار اضراب في القطاع المعين والقطاع العامله بيؤدي الى امتداد الاضرابات في سلسله مهمه جدا. ليه؟ لان هي مصلحه مشتركه. يعني اضراب يعني مثلا عمال مترو مصالحهم مشتركه مع النقل العام مع الطيران مع 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 مصالح مشتركه ضد النظام الحاكم. بالفعل يعني احنا كتبنا صح. بالفعل بعد الثوره بعد موضوع الثوره في موجه قويه جدا جدا حصلت من اضرابات واعتصامات وسط القطاع العامله وسط الاحتلال وسط كل قطاعات الاحياء وسط القوى الثوريه. وكان في حاجات مميزه جدا في الاضراب الاقتصادي دي مختلفة قبل كده. اولا ان في درجه من تطور الوعي. الاعتصام او الاضراب مش مجرد على فكره بدل الوجبه او مش مجرد اعتصام على فكره زياده الحاجز، لا لا في فكره شعار التطهير المؤسسات من الفاسدين. دي حاجه مهمه جدا ده بينقل الموضوع نبتدي تسييس للقوى العامله. القوى دي تضرب خطوه واحده نحو فكره الاضراب السياسي الشامل. انا عايز اطهر المؤسسين الفاسدين مش مجرد الوجبه، لا نفس الشعار اللي الثوره كانت بترفعه التطهير. دي نقطه مهمه في شكل نضال الفلك. حاجه ثانيه تنظيم الطبقه العامله نفسها. فكره النقابات المستقله اللي بتنتشر بشكل عالي جدا جدا وبيتم انتخابها بشكل ديمقراطي من جوه المؤسسه ومن جوه المصنع ده بيعمل شكل جنيني لفكره سلطه بديله، فكره اللي هي سلطه ديمقراطيه شعبيه. نظام الصحه هو نفس النظام اللي هو رافض ان هو يقدم خدمات المواطنين، نفس النظام اللي هو عايز يمرر لائحه طلابيه كريهه تمنع العمل السياسي والجامعه، هو نفس النظام اللي يطلق الكلاب البوليسيه على اضراب العمال وبيعتقل الحركات العماليه، واللي النهارده في اضراب السكه الحديد بيحاول ان هو يقمع الحركه عن طريق المركز العسكري. ده لازم توضيح، لازم نربط بين النظرات دي والنظرات دي، لازم نبني حركه جماهيريه قويه ضد النظام ده. الشيء الوحيد اللي فعلا قادر على اسقاط النظام واللي قادر على اسقاط مشروع النهضه بتاع خيرت الشاطر وبتاع محمد الخميس وبناء مشروع نهضه حقيقي بيكون ليه علاقه بمصالح الاغلبيه في المجتمع هو حرب جماهيريه قويه تشمل كل المصادين في قيادتها الطبقه العامله. في النهايه بس برضه عايز يعني برضه اقول نفس الشكل ده اللي احنا بنقول في حمله عايزين نعيش اللي هي اتاخر الشكل السويين اللي هي اكتشاف الاحياء بتحاول تربط ما بين مشاكل الحياه البسيطه اللي علاقه بالسرار واللي علاقه بالخبز واللي علاقه بمشاكل النظام الكل. تمام؟ فكره نفس الهدف اللي عايزين نعمله، حركه قويه موحده ضد النظام الحاكم وتبني بديل حقيقي جماهيري قاعدي وسط الناس.